سر لا تخوض فيه، آمن وصدق وسلم. وقلنا مراتب القضاء القدر أربع: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم. واصف القدر اسم الله تعالى بخلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن لا تخوض بها واعمل، آمن وصدق وسلم واعمل. نعم. والتعمق والنظر في ذلك بديعة لله، نسأل العافية والسلام. نعم. وسلم الحمام. نعم، لأنه نسأل العافية والسلام عندما خاض أقوام في هذا الباب ظلوا، نسأل العافية والسلام. نعم. ودرجة الطغيان. نعم. يقول لا تتعمى، لا تنظر، لا توسوس، اترك هذا ليس لك، ومن حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني. نعم. فان الله تعالى طوى علم القدر عن انام. لماذا؟ حكمه ارادها الله سبحانه وتعالى، واراد منك ان ترضى وتسلم وتؤمن بهذه المراتب الاربع وتسير. نعم. ونهى الناس عن الخوض فيما لا علم لهم به. نعم. كما قال تعالى ممكن بعض الناس يقول كذا، لماذا نصنع كذا؟ يقول أنت عبد، لا يمكن أن تسأل الخالق عما يفعل سبحانه وتعالى. نعم. فمن سأل لي وفعل فقد رده الكتاب، ومن رده الكتاب كان من الكافرين. إخواننا، الحكم الآن بالكفر وغيره، هناك لابد أن نفرق بين الحكم على العمل الفعل والحكم على الفاعل، مفهوم؟ لابد أن تفرق من الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. الآن نحن طلاب عين نتعلم الحكم على الفعل، أما الفاعل فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، هذا ليس لي ولك، هذا للقضاة الشرعيين، هيئة كبار العلماء، مفهوم؟ نعم. فهذا جملة ما نحتاج إليه من هو منظر قلبه من أولياء الله تعالى. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ونحن أي آية تشابهت علينا نردها إلى ماذا؟ إلى المحكم، ولا نتبع المتشابه، ولا نأتي بالشبه. نعم. فأي شيء يشكل عليك ترجع فيه إلى المحكم وترتاح. نعم. وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في خلقه موجود، وعلم في خلقه موجود. أصلا هذا العلم الموجود لا يمكن تحيط به، لا يحيط به إلا النبي عليه الصلاة والسلام. علم الشريعة يحيط به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عندنا سيأتي كرامات مثل ما حصل مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية في العلوم، لكن هل وصل علم ابن تيمية إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. فأخواننا، هذا العلم الذي نستطيع نطلبه، أما العلم الثاني نقول الله أعلم. متى الساعة؟ الله أعلم. الروح تدري عنها شيء ما تدري عنها إلا الاسم. نعم. وهكذا. نعم. فإنكار العلم الموجود كفر. نعم. وادعاء العلم المفقود كفر. نعم. ولا يجوز الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونقول الله أعلم، وآمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد أمر. نؤمن باللوح والقلم، وأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، وقلنا هذه المرتبة الثانية، الأولى العلم والثانية الكتابة. نعم، من مراتب القضاء والقدر. وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز على بعض المسائل لأنها حدث فيها خلاف في عصره، هذا الطحاوي. مثلا قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يركز مثلا على القرآن وكلام الله، أثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أنه كان في ذاك الزمن كثر الكلام في القول بخلق القرآن. نعم. فلما اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن يقدر عليه. هذا
هذا المرتبة الثالثة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. والله سبحانه وتعالى قدر في أبي طالب أنه يموت على الكفر حتى تتعلم الأمة ليس لك من الأمر شيء، هذا أمر بيد الله، قدر الله، كتب الله سبحانه وتعالى عليها أن يموت الصلاة والسلام على الكفر، حرص على هداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. ولو سمعوا كلهم على شيء لم يكتب الله تعالى فيه يجعله كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. نعم.